أؤمن إن القرآن منزل من عند الله ومكتوب في إيد من الملائكة. لا أؤمن إن محمد رسول الإسلام كاتب القرآن بوحي منزل من السماء. لا أؤمن إن هو في لوح محفوظ لا أنتفع به في العصر 21 حاليا. أنا لا أؤمن إن القرآن يناسبني كست وكامرأة. أنا لا أؤمن إن القرآن بيقول لي الجنة، الجنة عبارة عن كاسين وزازة خمرة. أنا لا أؤمن إن بيقول لي دم وجهاد. لا أؤمن إن هو دلوقتي بيقول داعش وبيقول أكل. أنا لا أؤمن برسول الإسلام محمد. لا أؤمن بالقرآن. لا أؤمن بالمسلمين باللي بيؤمنوا بيه. لا أؤمن. لا أؤمن بقطع الرقاب. لا أؤمن بالدم. لا أؤمن بالسبي. كفرت إن هو بيقول لي سورة بقرة وسورة كهف وسورة فتحة وسورة فلق وسورة نصر. كفرت. كله كذب. كله خداع. كله كذب. اهو كذب، سبي، دم، اكل. ليه يجبرني ان انا اتبع كلامه؟ ايه اللي يجبرني ان انا اتبع كلامه؟ ايه اللي يجبرني ان انا اسمعه؟ ان هو ان الكلب شبه الكلب. انا محرره، انا حره. اهو رسول الإسلام بيولع وشياطينه. فو عليك، فو عليك، دمرتنا 1400 سنة تعبنا وحروب وخداع ودم. أكتر كتاب في العالم بيناشد الإرهابيين وبيقول لهم